رضوى، مامة رضوى، انا عايزاكي تشوفي الفيديو ده وتردي عليا ضروري. رضوى بصي، شايفه الورده دي؟ ورده ده بنتك بترسم حلو قوي الالوان. اثبتي يا رضوى. فرحانه، شايفه الانبساط؟ مش عارفه مبسوطه على ايه بصراحه. انا محروق دم وهي مبسوطه، انا مش فاهمه بنتك مبسوطه على ايه. بصي اتفضل تعالي. انا فرحانه عشان كده. لا وبصي، عملت لها وش حزين على قد انا عملته في الكراسه، فقالت لي لا يا مس اعملوا لي على ايدي، وفرحانه بيه قوي. ما اعرفش وش حزين ده تقريبا كانت عايزه انا اكتب شعر غلط عليها، انا اشتم فيها على ايديها. بصي يا بنتي، شايفه؟ بصي بصي، كل مره انا بعلمها الالوان، كل مره بمسك ايديها ووقفها جنبي وبعلمها الالوان مفيش فايده. بصي علمتها في دي وبرده بتعمل لي دول تاني غلط. قولي لي بقى اعمل معاها ايه، اجيب معاها ازاي عشان بنتك بقول الكلام ما بتعملوش. فكري يا بنتي. اكتب لك ايه على صوتك؟ وحشه. اكتب لك وحشه على ايدك؟ اه. اقول لماما ايه؟ طولنا. يا ريت ده ماما هتفرح قوي بالكلام ده. ماما والنبي حبيبتي ما ينفعش اكتب وحشه والله، يعني والنب. احنا في كورس رسمي يعني عيب كده. انت عارفه انا اول مره اعمل لحد وش حزين كده على ايديك او في الكراسه اصلا؟ تعمليلي يلا. اعمل لك ايه يا حبيبتي؟ عشان في ايه بنتي؟ دي اتجننت النهارده ولا ايه؟ دي اتجننت صح؟ في حاجه في دماغها. بصي بقى ماما، بصي يا ماما، ينفع كده يا ماما؟ اه ينفع. قولي لي ده ينفع؟ لا ما ينفعش، وهتتعاقبي بجد، نقصاكي في الدرجة. انا مش فاهمه ايه اللي انبسطت على وشك ده والله. مبسوطة ليا انا دي بنتك بصراحة مضايقاني. ايه ده؟ وسعي ايدك من على الرسم. ايه ده؟ ايه ده؟ ادي الوش الحزين اللي رسمته كانت فرحانة بيه قوي، قالت لي اعمليه على ايدي. ينفع كده؟ ايه الشجر الطويل ده؟ واعمليه على وشك كمان. اعملك على وشك، زعلانة منك وحزينة وحاجات وش زعلان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا البت دي ماشية غلط، اعملي لها على كل البت دي محتاجة مدرس او مدرسة يدعمها غلط بقى.